مساء الخير يا ساره، ومساء الخير على حضراتكم. ثلاث نقط مهمين زي ما قالت ساره، بس مش يمكن يعني تكون المكسب الوحيد من ماتش بكره. الحقيقه يمكن الاهلي والاسماعيلي طول عمرنا، وبالذات في الفترات اللي كان فيها الاسماعيلي فايق وداخل بشكل كبير جدا في المنافسه مع الاهلي والزمالك، كان ماتشات الاهلي والاسماعيلي لا تقل اهميه ويمكن اقول كمان ومتعه. بكلم كوره دلوقتي، يعني سيبكم من فكره التنافس بين الناديين وحاله الشحن اللي ممكن تكون موجوده بين الجماهير، ده طبيعي في الكوره، لكن بكلم على المتعه. ماتش الاهلي والاسماعيلي ماتش من الماتشات اللي تقعد طول السنه تستناها. الاسماعيلي بعيد طبعا، وان كان الحقيقه حتى وهو ترتيبه، احنا بنتكلم اعتقد مركز 16 دلوقتي في جدول الدوري، لكن حتى وهو بعيد تفضل برضو ماتشات الاهلي والاسماعيلي ليها طابع خاص على اقل تقدير بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، وما عنديش شك برضو بالنسبه للاسماعيلي بجماهير الدراويش طبعا بتبقى مستنيه بشكل كبير جدا مواجهه الاهلي والزمالك على وجه التحديد بصرف النظر عن حسابات النقط. الاهم من ده كمان انها تجربه مفيده، تجربه قويه، تجربه اخيره قبل ما تتحرك وتسافر فرقه النادي الاهلي عشان تروح لمباراه منتظره، مباراه في غايه الاهميه. نرجع نفتح ملف دوري الابطال مره ثانيه، وهيكون لقاء العوده في الكونغو مع فيتا كلوب. عشان كده بقول انه ماتش الاسماعيلي واحد من مؤجلات الاهلي الثلاثه في الدوري، هيكون فرصه كويسه جدا تجرب وتستعد وتراجع اوراقك وتراجع حساباتك وتجهز نفسك بشكل كبير جدا لرحله الكونغو.